يعني في أشياء كثير يمكن نسمعها لأول مرة، وفعلا في خطوة نوعية ولأول مرة راح تنفذ أحكام الحضانة والزيارة خارج أسوار المحاكم السعودية ضمن بيئة ملائمة للعائلة. فعلاً تهدف هذه المبادرة مشاهدينا لتقديم الدعم الاجتماعي لأطراف النزاع الوالدين والأطفال، وراح يكلمنا عن هذا الموضوع أكثر المستشار القانوني الأستاذ عدنان الصالح. حياك الله. أهلاً وسهلاً. صباحك. أهلا وسهلا. صباح. يعني بداية خلينا نتكلم عن هذا القرار وأهميته فعلا، يعني وهذا اللي أول مرة وهذا شيء فعلا حلو. صحيح. يعني أول شيء لك أن تتخيل كيف كانت الزيارة للأطفال قبل سنوات. يعني الزيارة كانت للأطفال كانت في مراكز الشرط، هذه الكارثة التي تكون في كل لحظة وفي كل وقت. تخيل أن يأتون الأطفال إلى مراكز الشرط ويشوفون السجناء والجرائم من أجل زيارة، هذا الأمر يعني قد يؤثر على حتى نفسية الأطفال فيما بعد. الموضوع الآخر يتعلق بقضية انتقالها خارج سور المحكمة. هي صحيح انتقالها خارج سور وزارة الداخلية، بمعنى آخر أن المؤسسات المجتمع المدني ستشارك بشكل فاعل في هذه، وهذه نوع طبعا كما ذكر معالي الوزير العدل وليد الصمعاني أن هذه المبادرات هي نوع من التحول إلى 2020 واستكمال لرؤية المملكة 2030، وهي مبادرة سموها مبادرة شمل وهي لم الشمل. هذه ستوفر نوع من الغطاء والأمان الأسري في قضية انتقال. يعني مع الأسف كانت من قبل قضية الزيارة بين الأم والأب للأطفال مثل تبادل الأسرة، من ناحية الله. الشحناء، من ناحية المشاكل، من ناحية يعني الأضرار النفسية، وكذلك حتى يعني قد يصلون إلى العراك فيما بينهم. ولكن عندما تكون مراكز متخصصة يعني بتقنية عالية ستجد الهدوء، ستجد الراحة، ستجد الأمان لهذا الطفل من أجل أن يقوم بهذه الزيارة. وهذا ليس يعني هذا ليس كل شيء، يوجد كذلك في نفس المركز ما يقدم الدعم القانوني وكذلك التقارير التي تطلبها المحكمة من هذه المراكز للإفادة عن مماطلة الأم أو الأب في قضية الزيارة في قضية الحضانة والتوقيتات المناسبة. وأتمنى أن هذه المراكز تفتح خلال 24 ساعة بسبب الظروف العائلية والأسرية. تخيل عندما يكون في 1439 في شهر ذي الحجة عدد إحصائيات الطلاق في المملكة قد تصل إلى 4000، تخيل في شهر واحد، هذه ليست قليلة. معنى الطلاق معناها النفقة، معناها الزيارة، معناها الحضانة، كأنك قد نشرت كثير من القضايا بعد الطلاق. بعض الناس يظن الطلاق هو النهاية، الطلاق هو بداية المشاكل مع الأسف، خاصة في كثير من الأسر تبدأ في قضية طلب الحضانة، طلب النفقة، طلب الزيارة وغيرها من الأمور. ولهذا فإن هذه المبادرات من المبادرات التي تسجل لوزارة العدل وتسجل لوزير العدل فيما يتعلق بقضية يعني زي كما قيل يعني إلغاء تلك الشحناء الموجودة وإدارتها بشكل مهني وراقي. صحيح. إلى أي مدى راح يعني يساهم هذا القرار على نفسية الأطفال؟ من خلال يعني أكيد معرفتكم بكثير من القصص، إلى أي مدى هذا ممكن يعني على الأقل يعني يحمي حقوق الطفل ويوفر له بيئة؟ الأصل مناسبة. يعني الأصل القاعدة العامة في المملكة العربية السعودية وحتى في الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية مصلحة المحضون وليست مصلحة الحاضن، هذه قاعدة. ولهذا تدور كل الأفلاك فيما يتعلق بقضية الحقوق الإنسانية والاجتماعية والأسرية لمصلحة هذا الطفل. ولهذا فإن الأنظمة والقوانين المرتبطة بها ستجد أنها تكرس خدمة وحماية وأمن هذا الطفل، وهذه المبادرة نوع من المبادرات المهمة التي تكرس حقوق الطفل. الطفل لابد أن ينشأ في مجتمع آمن حتى أثناء الطلاق، لأنه ليس من طلق، ولهذا هو لا يتحمل تبعة غيره. صحيح. ولهذا لابد أن نتحمل نحن أو الأشخاص الذين يطلقون يتحملون نتيجة أخطائهم أو نتيجة قراراتهم. وتحمل مسؤولية فقط بغض النظر عن خطأ ولا مش خطأ، لأن الحياة فيها أخطاء وفيها أمور راجحة. بالضبط. يعني يمكن شفنا وجود المحاكم الأسرية علشان برضو حماية الطرفين. بالضبط. فقديش أنت شايف أن المملكة العربية السعودية قاعدة فعلا نشوف مبادرات وتهدف بس لحماية خلينا نقول مواطنينا من كبار وصغار؟ يعني ما في شك، ولكن إذا كنا نقارن بين المحكمة الأسرة وبين القرار في مبادرة الشمل، هو قرارات التنفيذية. يعني مبادرة الشمل التي كرست من وزارة العدل هي مبادرة تأتي بعد السند التنفيذي، بعد صدور الأحكام التي قد اكتسبت القطعية وحتى لم تكتسب القطعية فيما يتعلق قضية الأحوال الشخصية. هم يقومون بهذا الدور.
وأنا أتوقع أن أقرب ما يكون لهذه المحكمة هي قضاء تنفيذي أسري مثل ما موجودة الآن محكمة قضاء تنفيذي عام يتعلق بقضية قضايا الأموال وقضايا مثلا الحقوق. هنا تأتي قضية هو أقرب ما تكون إلى محكمة قضاء تنفيذي أسري يرتبط بقضية الزيارة والنفقة والحضانة. يوجد مماطلات خطيرة جدا صحيح. ولهذا لابد أن ستحد بشكل كبير جدا، ولكن لابد أن يكون للمشرفين والإدارة داخل تلك المراكز الحجة والقوة في إفادة القضاء صحيح. عندما تكون أي مماطلة الرجل صحيح. قد لا يأتي وقت الزيارة، قد يتأخر، إذا لابد يوجد تبعات ويطبق فعلا. فيها الأنظمة والقوانين المرتبطة بحقوق الطفل من قبل مماطلة إحدى الشخصين. المستشار القانوني الأستاذ عدنان صالح، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك. والله لا يجيب طلاق إن شاء الله. يا رب. ولا نزاعات. يا رب. شكرا لك لوجودك معنا اليوم أستاذ عدنان الصالح المستشار القانوني.